عليكم يا سنة أولى، معاكم مريم أشرف. إن شاء الله نتكلم النهاردة عنوان محاضرة الأنكل جوينت. إن شاء الله تبقى صغيرة وبسيطة، يعني هنتكلم فيها إيه. أي جوينت أصلا بنتكلم عنه لازم نعرف فيها إن الطيب بتاعه، وبعد كده الارتكيوليشن. إيه يعني إيه ارتكيوليشن؟ يعني أجزاء البون اللي هتتقابل مع بعضها وتعمل الجوينت ده أو المفصل ده، والكبسول بتاعه، والليجامنت اللي بتربطه مع بعضه، والساينوفيال ميمبرين اللي حوالين اللي بيبقى حوالين الكبسول من جوه، والنيرف سبلاي، والموفمنت بيتحرك ازاي، والريتيناكولا اللي موجوده اراوند الانكل جوينت. يعني ايه اصلا انكل جوينت ده؟ ده اللي هو المفصل الموجود هنا كده بالظبط، ده الانكل جوينت اللي بيبقى موجود تحت ما بين الفوت وما بين الليج. طيب هنقول اول حاجه الطيب بتاعه نوعه ايه. نوعه اول حاجه ساينوفيال. يعني ايه ساينوفيال؟ يعني بيبقى فيه ساينوفيال ممبرين او السائل الزلالي بتاعه. طيب تاني حاجه هينج جوينت. يعني ايه هينج جوينت؟ هينج جوينت يعني زي طبق كده، يعني زي طبق كده والبونه جاي من فوق كده فيه، فده معناه هينج جوينت. هينج جوينت يعني ليها مكان محفور في البون اللي تحت، والبونه اللي جايه فوق تمسك فيها راكبه فيها كده، راكبين فوق بعض، وبعد كده يتحرك بقى يا اما يمين يا شمال كده، دي معناها هينج جوين. يبقى انا دلوقتي قلت فيها الطيب بتاعه هو عباره عن ساينوفيال هينج جوين. بعد كده اتكلم عن الارتكيوليشن. ارتكيوليشن ما بيكون ما بين بون ايه وبون ايه، ما بين البون بتاعت اللور اند اوف تيبيا، هو هنا كده بالظبط. ثواني ارسمه. ماشي، هو هنا كده بالظبط، ده الانكل جوينت بتاعي. ما بين ايه بقى؟ ما بين فوق اللور اند بتاعت التيبيا من تحت، وما بين الفيبيولا برضو، وكمان الاتنين مالرس. المالرس اللي موجودة ناحية اللاترال، اللاترال والميديال مالرس، وما بين البادي بتاعت التيلس بون اللي لونها اصفر دي، ديت التيلس بون، دي من البونز بتاعت الفوت. يبقى هي دلوقتي ما بين ايه؟ ما بين فيها اللور اند بتاعت الفيبيولا والتيبيا، وما بين الميديال واللاترال مالالس، وما بين التيلس بون. كده انا قلت الارتكيوليشن بتاعه. طيب نيجي بعد كده الكبسول. الكبسول ايلين هو عامل فيها انكلوز للجوينت، يعني هو محوط للجوينت، واتاتش طول البون اللي موجوده قريبه منه. يبقى هو عامل فيها انكلوز للجوينت واتاتش للبون الموجوده حواليه، زي كيس كده محوط ده كله، محوط البون بكل حاجه موجوده حواليها. طيب بعد كده بعد الكبسول الليجمنتس. ايه هي الليجمنتس اللي موجوده في الانكل جوينت عندنا؟ هما اتنين، ميديال ليجمنت ولاترال ليجمنت. ثواني اهي، ديت الميديال ليجمنت اللي عندي، ليها اسم تاني. ليها اسمه الدلتويد ليجمنت. يبقى دي الميديال ليجمنت او الدلتويد ليجمنت. طيب هقسمها لحاجات، هنقول دلوقتي هي عباره عن ايه اصلا وبتمسك فين. اول حاجه هي ميديال، شايفين بتتكون من كذا حاجه، يبقى هي عباره عن سترونج ليجمنت. يبقى اول حاجه هي سترونج ليجمنت، از اتاتشد باي للايبكس بتاعت التب بتاعت الميديال مالرس. فين الميديال مالرس؟ الميديال مالرس هنا كده بالظبط، فهي ماسكه في التب بتاعت الميديال مالرس. تمام، راح تمسك فين؟ يبقى هي الاوريجين بتاعها هنا. الانسيرشن بتاعها فين؟ الانسيرشن بتاعها فيه، قسمتها لجزئين، يا اما يكون فيها ديب فايبر يا اما يكون فيها سوبرفيشال فايبر. تاني يبقى هي ماسكه منين؟ ماسكه في الابكس بتاعتها، ماسكه في التب بتاعت الميديال مالرس. يبقى ماسكه في التب بتاعت الميديال مالرس هنا كده بالظبط، هي ماسكه في التب بتاعتها. طب راح تمسك فين؟ قسمناها لي ديب فايبرس وثلاثه سوبرفيشال فايبرس. طيب الديب فايبرس راح تمسك فين؟ هي دي بالظبط، انا شايفه دي ماسكه فين، مكتوبه هي تيلس بون، يبقى هي راح تمسك في التيلس بون.
يبقى الدي فايبر اتاتشد تو التيلس بون. طب فين بالظبط في التيلس بون؟ في الميديال سيرفيس بتاعتها ناحيه الميديال. احنا اصلا ناحيه الميديال دلوقتي، يبقى هي بتمسك في الميديال سيرفيس بتاعتها، وهي والجزء ده نون ارتيكولار اريا، يعني هي بتمسك معاها في الجزء اللي هو مش بيعمل المفصل بتاعي. تمام، يبقى انا دلوقتي عندي ديب فايبرس وسوبرفيشال فايبرس. الديب فايبرس راح يمسك فين؟ في النون ارتيكولار اريا بتاعه التيلس، يعني الجزء بتاع التيلس اللي مش بيعمل المفصل او مش بيكون المفصل ده، بره المفصل يعني خالص. ماسكه فين؟ في النون ارتيكولار اريا بتاعه الميديال سيرفيس بتاعه الايه التيلس. طب دي الديب فايبر. طب السوبرفيشال فايبر راح تمسك فين؟ انا شايفه هنا من الصوره ان هي راح تمسك في التيلس برضو اهي، يبقى هي ماسكه في جزء من التيلس على اساس اللي هي لسه تكمله ليها، وراح تمسك في النافيكولار بون، وراح النافيكولار بون دي بون من البونز بتاعه الليج برضو، النافيكولار بون، وراح تمسك في حاجه اسمها الكلانيكو نافيكولار ليجامنت اللي هو ده اللي انا شاورت عليه ده، وبعد كده راح تمسك في ال في ال السستنتاكولم تيلاي. يبقى تاني دوت عباره عن الايه السوبرفيشال فايبرز. راح تمسك فين؟ اول حاجه بتمسك بالترتيب كده من اللي في الصوره، اول حاجه التيلس، وبعد كده راح تمسك في النافيكولار، وبعد كده ماسكه في الليجامنت دوت اسمه فيها الكلانيكو نافيكولار ليجامنت، وبعد كده راح تمسك في السستنتيكولم تيلاي. ويعني ايه السستنتيكولم تيلاي؟ ده جزء طالع او بارز من الكالكينيوس بون اللي تحت دي، طالع منها بون كده اسمها سستنتيكولاس تيلاي. يبقى انا دلوقتي بتكلم فيها عن الليجامنتس بتاعت الفوق بتاعت الانكل جوينت، قلت هما قسمتهم لاثنين، ميديال ليجامنت اند لاترال. انا بتكلم دلوقتي عن الميديال، قلت عنها ايه في الاول؟ قلت ان هي عباره عن سترونج ولها اسم تاني اسمه فيها دلتويد ليجامنت. طيب بعد كده راحت ماسكه من فين؟ ماسكه فيها من عند التب بتاعه الميديال مانيلس. راحه نازله فين؟ قسمتها لاثنين فايبرز، سوبرفيشال فايبر وديب فايبر. الديب فايبر راح تمسك فين؟ في النون ارتيكولار بارت بتاع الميديال سيرفيس بتاع التيلاي التيلس دي. طيب نيجي بعد كده الديب فايبر. الديب فايبر ماشيه كده بالترتيب، اول حاجه التيلس، وبعد كده ماسكه في النافيكولار، وماسكه في الكلانيكو نافيكولار جوينت، وبعد كده ماسكه في السستنتيكولم تيلاي. طيب ديت الميديال، دي الميديال ليجامنت. طب بالنسبه لللاترال ليجامنت، اللاترال ليجامنت دي صورة برضو تاني للميديال ليجامنت، ادي اللاترال ليجامنت. اللاترال ليجامنت هم عبارة عن ايه؟ هم ثلاثة لاترال ليجامنت، وبتتميز ان هي ويكر زان الميديال ليجامنت. طب ليه ويك؟ احنا قلنا الميديال ليجامنت قريبين من بعض، كلهم زي ايد واحدة ماسكين مع بعض كده، فبالتالي هم عبارة عن سترونج، لكن التانيين مش ايد واحدة، لا ده واحد هنا واحد هنا واحد في الجنب، فبالتالي هما دلوقتي ويك مش ماسكين في بعض فهما ويكر. يبقى اللاترال ليجامنت اول حاجه هما ويكر زان الميديال ليجامنت. طيب بيتكون فيها من ثلاث اجزاء، ايه هما الثلاث اجزاء او الثلاثه باندز اللي بيتكونوا منهم؟ اول حاجه اللي هو اللي في الصوره اللي هو الكلانيو اللي تحت ده، الكلانيو الكلاكينيو فيبيولار ليجامنت، كلاكينيو فيبولار ليجامنت والبوستيريور تيلو فايبر ليجامنت، دول بس اللي موجودين في الصوره، الاثنين اللي تحت بعض دول. يبقى هما الاثنين مين الاثنين اللي موجودين هنا؟ اسمهم كلاكينيو فيبولار ليجامنت والبوستيريور تيلو فيبولار ليجامنت. هنقول كل واحد فيها ماسك فين ورايح فين. اول حاجه الكلاكينيو فيبولار ليجامنت دوت من التب بتاعه اللاترال مانيلس اهو، دي اللاترال مانيلس بتاعتي، هو ماسك من التب بتاعتها، يبقى من التب بتاعه اللاترال مانيلس. رايح فين؟ رايح فيها داون وورد اند باك وورد اهو شويه، يبقى هو ماسك في التب بتاعه اللاترال مانيلس ماشي فيها داون وورد اند باك وورد ناحيه ورا، وبعد كده راح يمسك فين؟ راح يمسك في اللاترال سيرفيس بتاعه الكالكينيوم، اللاترال سيرفيس بتاعه الكالكينيوم. يبقى تاني هو ماسك فيها في الايه؟ في التب بتاعه اللاترال مانيلس، ونازل باك وورد اند داون وورد، وراح يمسك في الايه؟ في اللاترال سيرفيس بتاعه الكالكينيوس. ده خلاص الايه؟ ده البوستيريور
دوت الكلينيو فيبيولار كلاكينيو فيبيولار ليجامنت. يعني ايه كلاكينيو فيبيولار؟ يعني ماسك في الكالكينيوس وماسك في الفيبيولا، فبالتالي اسمه فيها ايه؟ كلاكينيو فيبيولار ليجامنت. ماسك فين في الفيبيولاس بالظبط؟ في التب بتاعتها. وفين في الكالكينيوس بالظبط؟ في اللاترال سيرفيس بتاعتها. ده الكلاكينيو فيبيولار ليجامنت. بعد كده الليجامنت اللي بعده اسمه ايه؟ اسمه فيها البوستيريور تيلو فيبيولار ليجامنت. بوستيريور عشان موجوده ناحيه ورا، احنا في الصوره دي اصلا احنا دلوقتي ناحيه ورا باصين على الانكل جوينت من ورا، فاسمه فيها بوستيريور تيلو فيبيولار ليجامنت. ليه تيلو فيبيولار؟ لان هو جاي اصلا من التيلس رايح عند الفيبيولار، او من الفيبيولار للتيلس. فروم في مزب منين بالظبط؟ من التيلس، من التيوبيركل موجود في التيلس. ادي التيلس، التيوبيركل اللي موجود فيه هو ماسك فيها. طب رايح فين بالظبط؟ عند الفيبيولا في اللاترال ماليليس برضه. يبقى هوية من اللاترال ماليليس لحد التيبيولا رايح فين؟ في التيبيولا، في التيوبيركل اللي موجودة في التيبيولا. دوت اسمه فيها الايه؟ اسمه فيها التيلو فيبيولار ليجامنت. يبقى احنا قلنا دلوقتي اتنين ليجامنت موجودين ناحية اللاترال، هما عبارة عن الكالكينيو فيبيولار والتيلو فيبيولار. طيب كالكينيو فيبيولار يبقى ماسك من عند الفيبيولا التب بتاعتها لللاترال سيرفيس بتاعت الكالكينيوس. طيب تيلو فيبيولار يبقى من عند التيلس بون تيوبركل موجوده فيها لحد اللي هي الايه؟ اللاترال ماليليس بتاعت الايه؟ الفيبيولا. دول الاثنين ليجامنت الموجودين لاترال. انا قلت ثلاثة، طب فين الاخير؟ فين الثالث؟ الثالث في الصوره اللي بعده اهو، ده اسمه انتيريور تيلو فيبيولار ليجامنت. من اسمه برضو اسمه تيلو فيبيولار، يبقى هو من عند التيلس لحد الفيبيولا. طب فين بالظبط في التيلس؟ في اللاترال سيرفيس بتاعه التيلس رايح عند الفيبيولا. فين في الفيبيولا؟ في اللاترال ماليليس برضو. يبقى كله من اسم من اسمه. يبقى انا قلت دلوقتي، وخلي بالكم ان هو انتيريور تيلو تيلو فيبيولار ليجامنت. يبقى هما ايه؟ هما الثلاثه اللي موجودين ورا. الموجودين لاترال هما عباره، قلنا اول حاجه ان اللاترال دول ويكر لان هما متفرقين مش ماسكين في بعض، زائد ان هما ثلاثه. ايه هما ثلاثه دول؟ اول حاجه الانتيريور تيلو تيلو فيبيولار، يعني ماسك في التيلس بون وماسك في الفيبيولا اللي هو اللاترال ماليس. تاني واحد اسمه فيها ايه؟ اسمه فيها كالكينيو فيبيولار، ماسك في الكالكينيوس بون للفيبيولا فوق. تالت واحد اسمه تيلو فيبيولار بس بوستيريور. تمام، ده ماسك في الكالكينيوس والفيبيولا، اسمه فيها كالكينيو فيبيولار، ماسك في التيلس والفيبيولا من ورا يبقى بوستيريور تيلو فيبيولار، ولو ماسك من قدام يبقى انتيريور تيلو فيبيولار. طيب نيجي بعد كده كده خلصت فيها الايه؟ الليجمنتس بتاعتي. يبقى انا اتكلمت عن الطيب، اتكلمت عن الارتكيوليشن، الكبسول، الليجمنتس. بعد كده سينوفيال ميمبرين. سينوفيال ميمبرين ده سينوفيال ميمبرين بيبقى محاوط الكبسول من جوه، يعني الكبسول متغلف من جوه بسينوفيال ميمبرين. طب ايه هي الموفمنت بتاعه؟ الموفمنت بتاعه بيتحرك ازاي؟ اول حاجه الحركات اللي بيتحركها دورزفليكشن اند ايه؟ عند بلانتر فليكشن. يعني ايه دورز فليكشن؟ يعني بيتجه ناحيه الدورزل اهو، دورز فليكشن يعني بيطلع لفوق ناحيه الدورز، يعني بيعمل فليكشن وبيطلع فوق ناحيه الدورز. فبالتالي لما اجي اسال دلوقتي التوز دلوقتي متجهه ابورد ولا داون وورد؟ لا، متجهه ابورد. يبقى في حاله الدورز فليكشن التوز بتتجه فيها ابورد. طب في حاله البلانتر فليكشن التوز بتبقى متجهه ازاي؟ متجهه فيها داون وورد. طيب هل في حركات تانية غير الدورز فليكشن والبلانتر فليكشن؟ في حاجتين كمان، انفيرجن اند ايفيرجن. طيب انفيرجن يعني يتحرك ناحيه جوه كده، وايفيرجن يعني لبره. طب هل الانكل جوينت هو اللي مسؤول عن الحركتين دول؟ لا، حاجه اسمها تارسال جوينت. يبقى الانكل جوينت هو اللي بيعمل الاثنين دول، البلانتر فليكشن والدورز فليكشن. امال مين اللي بيعمل فيها الانفيرجن والايفيرجن؟
حاجة جوينت اسمه فيها تارزر جوينت. طب فين التارزر جوينت؟ هو اللي في الصورة ده، بيبقى ما بين البونز بتاعت الليج، هو ده اللي بيعمل فيها الانفيرجن والايفيرجن، تارسل جوينت. طيب نيجي بعديها ننتقل نقول مين هي المصل اللي بتعمل لي فيها دورز فليكشن، ومين هي المصل اللي بتعمل لي فيها بلانتر فليكشن. هنعمل زي مقارنة بسيطة كده. اول حاجة هنعمل ناحية اليمين اللي هو المصل اللي هتعمل فيها دورز فليكشن، وهنا المصل اللي هتعمل فيها بلانتر فليكشن. اول حاجة مين اللي هتعمل فيها دورز فليكشن؟ المصل الاولى اللي هي عبارة عن البيرونيس تيرس. طبعا المصل دي كلها خدتوها قبل كده وخدتوا كل الحركات بتاعتها، هنا يعتبر مجمعة كلها كل المصل اللي خدتوها. يبقى مين اللي بيعمل فيها دورز فليكشن؟ اول حاجة اللي هو البيرونيس تيرس. طيب تاني حاجة اتنين اكستنسور، اكستنسور هاليسز اند اكستنسور ديجيتورم لونجس. يبقى دلوقتي البيرونيس تيرشس واتنين اكستنسور، اكستنسور هاليسز واكستنسور ديجيتورم لونجس. طيب وبعدين واحدة تيبياليز. تيبياليز ايه بقى؟ تيبياليز واحدة تيبياليز، التيبياليز انتيريور. يبقى انا عندي دلوقتي قلت فيها واحدة تيبياليز، تيبياليز انتيريور، واتنين اكستنسور، اكستنسور هاريسز واكستنسور ديجيتورا، واحدة بورينيا ستيرشس. تمام؟ تمام. بعد كده مين اللي هيعمل فيها بلانتر فليكشن؟ هما بيرونياس برضو، بس بيرونياس اتنين تانيين غير البيرونياس ستيرشس، البيرونياس بريفس والبيرونياس لونجس. يبقى بيرونياس بريفس ولونجس. طيب وفي اتنين فليكسور، مين الاتنين الفليكسورز دول؟ هما الفليكسور هاليسز لونجس والفليكسور ديجيتور. التانية كانت اكستنسور ديجيتور واكستنسور هاليسز لونجس، دي العكس فليكسور. طيب بعد كده، طب ليه الفليكسور هي اللي هتعمل فيها بلانتر؟ لان الفليكسور ديت هتطلعها لفوق وهتشدها ناحيتها من ورا، هتشدها ناحيتها من ورا، فبالتالي هتعمل فيها بلانتر فليكشن. طيب يبقى انا دلوقتي قلت اتنين فليكسور واتنين بيرونياس واحدة تيبياليز، بس تيبياليز ايه؟ اكيد تيبياليز بوستير، لان انا قلت بتشد من ورا، هترفع، يبقى هترفع الكعب لفوق وتنزل الرجل لتحت وتخلي يعني توس، تبقى متجهة داون وورد. يبقى انا دلوقتي قسمتها بالجدول اللي قدامي ده، قلت مين هما اللي هيعملوا فيها الدورز فليكشن؟ هما عبارة عن البيرونياس تيرشس واتنين اكستنسور، اكستنسور هاليسز واكستنسور ديجيتورم وتيبياليز انتيريور. طيب مين اللي هيعمل فيها البلانتر فليكشن؟ هو عبارة عن البيرونياس بريفس ولونجس، قصاد يعني هناك كانت البيرونياس تيرشس، هنا بيرونياس لونجس وبريفس، هنا كانت اكستنسور ديجيتورم واكستنسور هاليسز، هنا فليكسور ديجيتورم وفليكسور هاليسز، هنا كانت تيبياليز انتيريور علشان هتزق من قدام، لكن دي تيبياليز بوستيريور. بعد كده في جزء بيقول مين هو اللي بيعمل فيها ليميتد مين اللي بيعمل فيها ليميتد للحركات دي، مين اللي بيعمل فيها ليميتد للدورز فليكشن؟ الدورز فليكشن عارفين ان انا بطلع الرجل لفوق كده، طيب مين اللي عاملها ليميتد؟ اكيد حاجات موجوده ورا هتقوم جايه ماسكاها علشان ما تخليهاش تطلع خالص، او ما تخليهاش ان هي بتحكم الحركه بتاعتها. يبقى دلوقتي اللي عاملها ليميتد حاجات موجوده من ورا. ايه الحاجات اللي موجوده من ورا؟ يعني هتمسكها لحد حد معين تقول لها اقفي بس لحد هنا. طيب ايه الحاجات اللي موجوده ورا؟ اول حاجه اللي هي الرقم واحد البوستيرير فايبرز بتاعت الميديا ليجمنت، مش انا قلت هو اكيد اللي هيعملها ليميتد هو ليجمنت. طب مين الليجامنت اللي هاخدها؟ هاخد فيها بتاع الميديا ليجامنت البوستيريور بارت بتاعتها او البوستيريور فايبرز. يبقى رقم واحد البوستيريور فايبر بتاعت الميديا ليجامنت. طيب تاني حاجة الكالكينيو فيبولار ليجامنت موجودة ورا، اللي بتمسك ما بين الكالكينيوس بون وما بين فيها الفيبولار اللي هي كانت الايه؟ اللاترال مالينس. بعد كده التندو كالكينيوس. يبقى هما دلوقتي ثلاثة ورا. اول حاجة ثلاثة ورا،
اول حاجه اللي هو عباره عن البوستيرور فايبر بتاعه الميديال، تاني حاجه مين تاني ورا بتاعه الكالكينيوس، يبقى الكالكينيو فيبولار ليجامنت، وفي برضو تندون بتاع الكالكينيوس ذات نفسه اسمه فيها تندو كالكينيوس. تمام تمام يبقى هما دلوقتي ثلاثة، اتنين كالكينيوس واحدة بوستير، يبقى دي حاجات ورا هي اللي بتعمل لها ليمتد للايه للدورز فليكشن. طب مين اللي بيعمل فيها البلانتر فليكشن؟ مين اللي بيعمل لها ليمتد؟ اكيد حاجات موجودة قدام تخليها تقف لحد حد معين، ما ترجعش ورا خالص، لا توقفها لحد مثلا الزاوية دي وتقول لها خلاص اقفي لحد هنا. طب مين اللي بيعمل لها ليمت؟ ايه هو انتيريور؟ انا دلوقتي ناحية الانتيريور، اكيد انتيريور فايبر بتاعت الميديال ليجامنت، كمان التالو فيبولار ليجامنت ما بين التالس، التالس اللي موجوده قدام وما بين الفيبولار اللي موجوده فوق، وبعد كده والاوبوزنج ماسل، يعني الماسل اللي موجوده قصادها الناحيه الثانيه. يبقى تاني مين اللي بيعمل لها ليميتد؟ اول حاجه الاوبوزنج ماسل، تاني حاجه حاجات قدام. اول حاجه اللي هي عباره عن انتيرير فايبر بتاعه الميديال ليجامنت زائد التالو فيبولار ليجامنت، دي دول اللي بيعملوا له ليميت. يبقى انا دلوقتي قلت فيها قارنت ما بين الدورز فليكشن والدورز ايه والبلانتر فليكشن. قلت اول حاجه مين مين المصل اللي بتعمل كده، اللي بتعمل فيها دورز فليكشن، كنت قلت اول حاجه البرونيس تيرشس، تاني حاجه اتنين فليكسور ولا اكستنسور، اتنين اكس تنسور، اتنين اكس تنسور، وتالت حاجة تبياليز. وتبياليز انتيريور ولا بوستيريور؟ تبياليز ايه؟ انتيريور. يبقى هما دلوقتي مين المصلز اللي بتعمل كده؟ رقم واحد تبياليز انتيريور عشان هتشدها من قدام، تمام؟ يبقى هما رقم واحد البرونيس تيرشس، تاني حاجة الفليكسور، تالت حاجة التبياليز انتيريور، فليكسور ديجيتورم وهالوسس. طب مين اللي بيعمل فيها بلانتر فليكشن؟ برونيس، بس برونيس بريفس وبرونيس لونجس، اكستنسور برضو هالوسيس وديجيتور، وتبياليس بس تبياليس بوستير لان هي هتشد من ورا. تمام مين بقى بعد كده اللي بيعمل لها ليميتد؟ اللي هيعمل لها ليميتد عندنا سواء كان فيها الدورز فليكشن، قلت حاجات من ورا، ايه هو اللي هيعمل لها ليميتد من ورا؟ اول حاجه الكالكينيو فيبولار ليجامنت، والبوستيرير فايبر بتاعه الميديال ليجامنت، والتندو كالكينيال بتاع الكالكينيال ذات نفسه. طب مين هنا اللي يعمله ليميتد من قدام؟ الانتيرير فايبر بتاعه الميديال ليجامنت، والتالس، التالس موجوده قدام تالو فيبولار ليجامنت، والاوبوزنج ماسل اللي موجوده هنا هي اللي هتعمل لها ليميتد. بعد كده عندنا ايه هي الريتيناكولا اللي موجوده اراوند الليج؟ هم عباره عن ثلاثه، الاكستنسور ريتيناكولم والفليكسور ريتيناكولم والبيرونيال ريتيناكولم. يبقى اكستنسور وفليكسور وبيرونيال. تمام اول حاجه عندنا اللي هي الاكستنسور ريتيناكولم اللي موجوده قدام، يبقى الاكستنسور ريتيناكولم دي موجوده قدام، بيمشي قدامها حاجات وبيمشي وراها حاجات. مين الحاجات اللي بتمشي قدامها؟ الحاجات اللي هتمشي قدامها هما لخصتهم، هما ثلاث حروف اس، هما ثلاثة اس. الاس الاولى اللي هتمشي هو عباره عن السافينس نيرف والفين والسوبرفيشال بيرونيال نيرف. يبقى تاني مين اللي هيمشي فيها سوبرفيشال للاكستنسور ريتيناكولم؟ هي دي الاكستنسور ريتيناكولم اللي عندي، في حاجات هتمشي سوبرفيشال ليها، ايه هو؟ اللي هو رقم واحد السافينس نيرف، وبعد كده السافينس فين، وبعد كده الجريت سافينس فين، وبعد كده السوبرفيشال بيرونيال نيرف. طب ايه هي الحاجات اللي هتمشي فيها ديب ليها؟ الحاجات اللي هتمشي ديب ليها المقولة المعروفة اللي هو توم هاز فيري نايس دوج اند بيج،
دي الاستراكشر اللي هتمشي فيها ديب للبرونياس فروم ميديال تو لاترال، من الميديال تو لاترال. ايه هي الحاجات اللي هتمشي ديب ليها؟ رقم واحد توم. يعني ايه توم؟ توم ديت اختصار لايه؟ يعني تي تيبياليز انتيريور تندون، يبقى تيبياليز انتيريور، تيبياليز انتيريور. طيب وهاز اتش؟ اتش الاكستنسور هالوسز، هاز يبقى هالوسز اكستنسور هالوسز. وليه قلنا اكستنسور؟ لان هي موجوده قدام يبقى اكستنسور، اكستنسور هالوسز لونجس. طب فيري فيزل، مين الفيزل اللي هيمشي فيها؟ الانتيريور تيبيال ارتري. طب نايس، ده نيرف البيرونيال نيرف، ديب بيرونيال نيرف لان هو ديب ليها. بعد كده الدوج، دوج دي اللي هي الديجيتورم، وقلنا هتبقى اكستنسور ولا فليكسور؟ لا هتبقى اكستنسور لان احنا قدام، اكستنسور ديجيتورم لونجس. وبعد كده البيج اللي هي البيرونيال تورسس. يبقى تاني انا دلوقتي بقول هي الاستراكشر اللي بتبقى فيها ماشيه عند الايه الاكستنسور، قلت الاكستنسور ريتيناكولم ديت. يعني ليه اكستنسور؟ لان هي موجوده قدام، اي حاجه قدام اكستنسور لان هي تعمل فيها اكستنشن، اي حاجه ورا فليكشن. فهي دلوقتي اسمها ايه؟ اسمها اكستنسور ريتيناكولم. في حاجات بتمشي سوبرفيشال عليها وفي حاجات بتمشي دي سوبرفيشال، يبقى 3 اس سوبرفيشال 3 اس. ايه من هما؟ السافينس والجري سافينس نيرف والجري سافينس فين والسوبرفيشال بيرونيال نيرف. دي حاجات سوبرفيشال ليها. طب مين اللي هيمشي ديب ليها؟ هما توم هاز فيري نايس دوج وبيج. توم تيبياليز، تيبياليز انتيريور لان احنا لسه انتيريور. طب واتش هاريسز لونجس. طيب والفي الفيزل الانتيريور تيبيال ارتري، والان اللي هو دي بيرونيال نيرف، والدي اللي هو الديجيتورم لونجس، والبي البيرونيال ستيرشوس. طبعا الهاريسز والديجيتورم الاثنين دول فليكسور لان احنا قلنا ايه؟ قدام اكستنسور قصدي، لان احنا قلنا قدام. طيب بعد كده ايه هي الفليكسور؟ ايه الحاجات الاستراكشر اللي بتبقى فيها؟ كده خلصنا فيها الاكستنسور. الفليكسور بقى دي عبارة عن الفليكسور ريتيناكولم. الفليكسور ريتيناكولم دوت بيمشي وراها حاجات برضو، بيمشي ديب ليها حاجات فروم ميديال تو لاترال. مين هما الحاجات فروم ميديال تو لاترال اللي هتمشي ليها؟ هي الصورة دي مش بتاعة مش بتاعة الفليكسور ريتيناكولم، لا ملكوش دعوة بيها. هي الفليكسور التناكلم ديت احنا قلنا الاكستنسور موجوده قدام، الفليكسور قصادها موجوده ورا. فبيمشي فيها ايه بقى من ورا؟ بيمشي فيها توم داز فيري نايس هير. يبقى اللي بيمشي فيه الفليكسور، الفليكسور توم داز فيري نايس هير. اللي بيمشي في الاكستنسور كنا قلنا 3 سوبرفيشال اس، ودي بقى اللي هو توم هاز فيري نايس دوج اند بيج. اما الفليكسور توم داز فيري نايس هير. طيب توم ده اختصارا لايه؟ اختصارا للتيبياليز. احنا قلنا احنا دلوقتي بوستيريور، يبقى اختصارا للتيبياليز بوستيريور. طب داز الدي اختصار لايه؟ للفليكسور ديجيتورم. طب الفي البوستيريور تيبيال ارتري، والنيرف تيبيال نيرف، والاتش اللي هي الفليكسور هاليسز. يبقى داز ديت ديجيتورم وديت هاليسز، والنيرف والفيزل بتوعي. النيرف اللي هو التيبيال، التيبيال نيرف، والارتري او الفيزل بتاعتي البوستيريور تيبيال فيزل، وتوم ده التيبياليز بوستير. يبقى انا دلوقتي قلت الحاجات اللي بتمشي ورا مين؟ ورا الفليكسور ريتيناكل. بعد كده فاضل لنا البيرينيال ريتيناكولا، هنقول فيها الحاجات اللي بتمشي قدامها والحاجات السوبرفيشال ليها والحاجات اللي بتمشي دي ليها. الحاجات اللي بتمشي فيها سوبرفيشال ليها هم عبارة عن اتنين، شورال نيرف اند سمول سافينس فين. شورال اند سمول، طبعا خدنا ان الشورال ده بيمشي ناحية اللاترال، يبقى فبالتالي هم بيبقوا فيها بيهايند اللاترال مالس. ادي دي اللاترال مالس اهو، وادي ده بيهايند ليه، والاحمر ده اصلا هو ده الايه؟ هو ده البيرونيال ريتيناكل. تمام، يبقى هما مين الاثنين اللي بيمشوا فيها سوبرفيشال؟ الشورال والسمول سافينس فين. طب مين الاثنين اللي بيمشوا فيها ديب؟
البيرونياس لونجس والبريبس تندون. 2B يبقى 2B بيمشوا دي، واتنين اس بيمشوا فيها سوبرفيشال. مين الاتنين اس؟ اللي اسمه الشورال نيرف واللي اسمه سافينس. ومين الاتنين دي؟ البيرونياس لونجس والبريبس تندون. نراجع بقى مراجعة بسيطة عن سريعة عن اللي احنا قلناه. وكده الانكل جوينت خلص يعني الحمد لله. اول حاجة قلنا فيه عن الانكل جوينت ان هو عبارة عن الطيب بتاعه ان هو سينوفيال هينج جوينت. قلنا سينوفيال يعني فيه سينوفيال ممبرين او سينوفيال فلويد، وهينج جوينت زي الطبق وماسك يعني الاثنين متكاملين مع بعض. بعد كده قلنا الارتكيوليشن بيبقى فيها ما بين مين؟ ما بين فيها اللور اند بتاعت التيبيا، اللور اند بتاعت التيبيا، وما بين التالس، والاثنين ايه من هنا، الاثنين ماليلس من هنا. بعد كده الكبسول قلنا عامل فيها انكلوز للكبسول للجوينت كله. طيب اتكلمنا عن الليجامنت، 2 ليجامنت، ميديا ليجامنت ولاترال ليجامنت 3. اول حاجه الميديا ليجامنت، الميديا ليجامنت ده سترونج لان هما بيبقوا ماسكين مع بعض، واسمه الثاني الدلتويد ليجامنت. طيب ماسك فوق منين؟ من عند التب بتاعه التيبيا، التيبيا بون. طيب من تحت قسمناه لسوبرفيشال وقسمناه لديب. طيب الديب ماسك فين؟ في التالس. طب السوبرفيشال كان ماسك كوس كده، ماسك في التالس والنافيكولار والكلاكينيو نافيكولار ليجامنت والساستنتيكولام تيلاي، ساستنتيكولام تيلاي. طيب بعد كده اتكلمنا فيها عن اللاترال وقسمناها لتلاتة. رقم واحد الاسم فيها الكالكينيو فيبيولار، 2 تيلو فيبيولار انتيريور وبوستيريور. اول حاجة الكالكينيو يبقى ماسك في اللاترال سيرفيس بتاعت الكالكينيوس، والفيبيولار يبقى ماسك في اللاترال ماليلس. طيب دي اسمه كالكينيو فيبيولار ليجامنت. التاني التيلو فيبيولار ليجامنت يبقى ماسك في التيلس بون في التيوبيركل بتاعتها، رايح فيها عند اللاترال ماليلس برضه. طيب خلي بالنا ان هنا ده ماسك في التب بتاعت اللاترال مالس، لكن ده ماسك في اللاترال مالس وخلاص. طيب بعد كده عندنا مين؟ ده البوستيريور تيلو فيبولار. بعد كده عندنا انتيريور، ادي الانتيريور اهو ماسك في التيلس ورايح فيها عند الايه اللاترال مالس. كده خلصت الايه الليجامنتس بتاعتي. بعد كده السينوفيال ميمبرين دوت بيبقى محاوط الكبسول من جوه. بعد كده النيرف سبلاي هما عبارة عن الديب برينيال والتيبيال نيرف اللي كانوا بيمشوا فيها ايه، التيبيال نيرف اللي كان بيمشي فيها ميديال. بعد كده عندنا الموفمنت، الموفمنت بتاعي ان هو بيتحرك فيها دورز فليكشن وبلانتر فليكشن. وقلت دورز فليكشن مين المسلز اللي مسؤولة عن كده؟ هو اول حاجة البيرونياس تيرشوس، وكان 2 اكستنسور اللي هو الاكستنسور ديجيتورم واكستنسور هالوسيس وتيبياليس. هل هي انتيريور ولا بوستيريور؟ لا تيبياليس انتيريور لان هي هتزق من قدام. طيب واللي بيعمل لها ليميت الحاجات اللي موجوده ورا اللي هو البوستيريور فايبر بتاعه الميديال ليجامنت، وتاني حاجه اللي هي الكالكينيو فيبولار ليجامنت، والليجامنت بتاعه الكالكينيو ذات نفسها اسمها او التندون بتاع اسمها تندو كالكينيوس. طيب نيجي بعد كده للبلانتر فليكشن، بلانتر فليكشن يعني يتحرك لتحت، يعني التوز دلوقتي بصة لتحت داون وورد، اما دورز فليكشن التوز بصة اب وورد. طب مين المصل اللي هتعمل فيها بلانتر فليكشن؟ قلنا رقم واحد البيرونياس لونجس وبريبس، واثنين فليكسور والتيبياليس انتيريور ولا بوستيريور؟ لا بوستيريور لان هي هتشد من ورا، اللي هيعمل لها ليميت الحاجات اللي موجودة قدام اللي هو رقم واحد الانتيريور فايبر بتاعه الانتيريور فايبر بتاعه الايه الميديال ليجامنت، تاني حاجه المصل اللي موجوده اوبوزنج ليها، تالت حاجه التيلو فيبولار ليجامنت. طيب في حركتين كمان اللي هو الانفيرجن والايفيرجن. طب هل الانكل جوينت اللي بيعملهم؟ لا اللي بيعملهم حاجه اسمها التارسال جوينت اللي موجوده هنا كده في النص ما بين البونز بتاعه الفوت. طيب بعد كده نتكلم فيه عن الريتيناكولا اللي موجوده، في اكستنسور موجوده قدام، فليكسور موجوده ورا، والبيرونيال اللي موجوده في الجنب. اول حاجه الاكستنسور، الاكستنسور الريتيناكولا ده قلنا فيه حاجات سوبرفيشال ليها وحاجات ديب ليها موجوده جوه. سوبرفيشال يبقى اس، يبقى 3 اس. رقم واحد اللي هو السافينس نيرف والجريت سافينس فين
والسوبر فيشال بيرونيال نيرف. طب مين الحاجات اللي موجودة ديب ليها؟ خلاص حفظنا توم has very nice dog and big. توم يعني تيبياليس انتيريور تندون وهاز اكستنسور هالوسز والفي اللي هو الفيزل يعني انتيريور تيبيال ارتري ودي برونيال نيرف اللي هي بتاعت نايس والدوج اللي هي الديجيتورم لونجس والبيج البيرنياس تيرس. طيب بعد كده عندنا الفليكسور ريتيناكولم. الفليكسور ريتيناكولم دي قلنا موجوده ورا. طب مين اللي بيمشي فيها؟ بيمشي فيها او فروم ميديال تو لاترال برضو بيمشي تحتيها. توم داز فيري نايس هات. انا مالناش دعوه بالصوره دي, هي موجوده ورا. توم داز فيري نايس هات. توم اللي هو التبيالز انتيرو ولا بوستيرو؟ لا بوستيرو اللي احنا بنقول دلوقتي فليكشن. طيب داز وهات الاثنين دول ديجيتورم لونجس. طب هي فليكسور ولا اكستنسور؟ لا فليكسور. وبعد كده فيري نايس الفيزل والنيرف اللي هو التيبيال نيرف والبوستيريور تيبيال ارتر. بعد كده عندنا فيها الحمرة دي اللي اسمها البيرونيال ريتيناكولا, في حاجات بتمشي فيها سوبرفيشال ليها وفي حاجات بتمشي ديب ليها. حاجات اللي بتمشي سوبرفيشال ليها قلنا 2 اس اللي هو عبارة عن الشورال نيرف والسمول سابنس. طبعا دي ما تلخبطناش عن الثلاثة اس اللي بتمشي فيها السوبرفيشال لي الاكستنسور ديجيتورم لما قلنا السافينس نيرف والجريت سافينس فين والسوبرفيشال بيروني. لكن اتنين دول اتنين اس تانيين خالص, الشورال نيرف والسمول سافينس فين. بعد كده عندنا اللي بيمشي ديب ليها الاتنين بي البيرونياس لونجس والبريفس.